عمر الشريف لما راح يخطب فاتن حمامة قال لها: أنا بدخن وبتعصب بسرعة، شغلي رقم واحد في حياتي، وما بحبش قعدة البيت ولا عايز أخلف. وفي الآخر قال لها: بس أنا بحبك وعندي أمل إن أتغير على إيدك، وأول خطوة إن رميت قدامك كل عيوبي. كأنه بالظبط بيقول لها: أصلحي فساد قلبي أو أحبني كما أنا بهذا الخراب. هل فعلا احنا كلنا محتاجين لواحد في صراحة عمر الشريف، ولا القلب زي قلب فاتن حمام اللي قبلته بعيوبه وبكل شيء؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وكومنت واشتراك بالقناة، وفعلوا زر الجرس على الكل لو عجبكم الفيديو. القصة وقفت.